تحية لكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دامسكو على شاشة العالم سوريا. ان شاء الله يكون يومكم هيك مليء بالانجازات ولو كانت انجازات بسيطة، ولكن هي اكيد ترجع علينا بحالة معنوية جدا مهمة، خاصة للمرة هالأيام العصيبة والصعبة علينا. طبعا رح يكون في عنا فقرات عديدة ومتنوعة، ولكن بالبداية خلوني سلم على سوسن. كيفك سوسن؟ والله إن شاء الله تكوني بخير ومنيحة أيضا. إن شاء الله تمام، أنت كيفك؟ ممتاز. شو أخبارك؟ الحمد لله. تحية لك. بيرضى بيعيش، يعني عندي قناعة. هي كنت عم تقول إنه الظروف الصعبة وهالقصص كلها، ولكن كثير حلو إنه الإنسان دائما يتمسك بإيجابيته على الرغم من كم كبير من الظروف الصعبة، ودائما يعني إحنا هلا بفترة العطلة يحاول دائما يستغل هي التفاصيل بلمة العائلة، يحاول يستمتع على الرغم إنه في شغلات أو منغصات. في بس هاي اللمة اللي كنت عم تحكي عنها ممتازة. أنا بالنسبة لي كتير ببسط بلمة العائلة، هي الدفا ونحكي وندردش سوا، على الرغم من إنه أحيانا فعلا عم نشوف أخبار مو منيحة، عم نشوف يعني هنا بفلسطين دائما عم بيعانوا. انا من وجهة نظري الشخصية انا بحس دائما وقت بشوف معاناتهم انا بستمد القوة منهم، بشوف هذا الصبر الكفاح اللي هنا عم بيقدموه، بحس انه كل المعاناه اللي احنا عم نعاني او يمكن عن معاناتي الشخصيه هي ولا شيء تماما. بتطلع بانه انا فعلا انا عم اتضايق على هيك موضوع. لا انه همومك مقارنه بهموم الاخرين هي جدا بسيطه، وهي أكيد. لا تقارن اكيد بي بي بمشاكل الناس وهمومها وكل مشكله. دائما احنا بنعمل اسقاطات على حياتنا اليوميه انه انا همي ما حد عنده اياه ومشكلتي ما لها حل، ومشكلتي صح. اكبر من انه حدا يحلها، ولكن هي المقارنه الصح، انه الواحد بيقارن هموم تماما. في ناس يمكن بترفع معنوياتها بمشاكل الاخرين، يعني لما بتشوفي مصيبه غيرك فهي عن جد بتكون مصيبتك. ثاني شيء يعني بمرور الايام يعني وبتنحل اي المشكله عن جد بتحسي انه انت عليتي حالك صح. نفسيا وجبتي العله النفسيه والصحيه، وما حليتي المشكله ولا التفصيل اللي انت كنت عم تعاني، انحلت وطلعت جدا سطحيه بما مع مرور الايام تماما. وخلال الفتره الماضيه يعني ببرنامج دامسكو واكيد بقناه العالم سوريا كنا دائما عم نحاول نقدم كل رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، كنا عم نحاول نقدم كل رسائل المحبه والسلام والتحيه اليوم لقوه الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزه. اكيد الشارع السوري كان عم يوجه رسائل ودعم اكيد للشعب الفلسطيني وقطاع غزه خصوصا. خلونا نتابع تفاصيل باستطلاع الرأي القادم. بحب وجه كلمه لاهلنا فلسطين، اقول لهم وجعكم وجعنا، وان شاء الله بالسنه الجاي وبالسنه الجايه يكونوا من المنصورين. وقاموا، ما فينا غير نعمل هالشيء هذا، نحن ما فينا غير نحكي نوصل رسالتنا بهالشيء هذا. بالنسبه لنا ما في عندنا اعياد لحتى هيك تنتصر فلسطين ويتحقق كل شيء ببالنا، لانه نحن وشعب فلسطين شعب واحد. قلبنا معكم، والله ما عم نتهنى باللقمه على المصيبه اللي عندهم، والله يفرجها عليهم ما رح نعيد الا ليكونوا هنا معيدين مثلنا. والله بنتمنى له ان شاء الله النصر والتوفيق والسداد، وان شاء الله بيكون سنه نصر ان شاء الله على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله بيكون عليهم عام سلام وتحرير وانتصار، ومثل ما بيقولوا بالفعل هالطوفان يقش كل شيء عدوان اسرائيلي عليهم. الله يفرج عنهم ويخفف عليهم، وان شاء الله تكون هالسنه الجديده سنه خلاص لهم. يعني احنا اهلنا فلسطين بنتمنى لهم كل خير اكيد، ان شاء الله الله يفرج عليهم ويساعد هالوضع ويحسن الوضع هون وهنيك اكيد. يعني بنقول لاهلنا بغزه قلبنا وحياتنا كلنا معكم، وان شاء الله هيك الله يكون معكم وينصركم على هاليهود وترجع الارض المحتله وترجع جميع الاراضي المحتله لنا ولكل العرب. ان شاء الله هيك السنه الجايه تكون سنه خير عليهم وسنه سلام وسنه نصر ان شاء الله يا رب. الله ينصرهم يا رب، يعني وقلوبنا كلياتنا معهم. بحب وجه دعوه من القلب لاهلنا فلسطين، ان شاء الله تكون سنه نصر وسلام عليهم يا رب. ان شاء الله السنه الجديده بتكون هيك سنه خير وامان، وهيك يكون يعم الخير عليهم وعلى الارض كامله فلسطين، ونضلها هي فلسطين يعني اختنا وعزيزه علينا. الله يكون معهم، وان شاء الله السنه الجاي بتكون احلى لإلهم. طبعا نحن مانا سعيدين اكيد، شعور الحزن طاغي علينا كثير وما بنقدر، يعني هلا انا عم حكيكي يعني بدي غص، لانه لا بتقدري تكوني سعيده ولا انك مبسوطه. عم تشوفي ابنك، عم تتخيلي ابنائهم، عم شوف ابني بالجامعات عم بتخيلهم بلا جامعات بلا تعليم، وهذا كثير كثير سيء. يعني ان شاء الله هيك على السيره الجديده هيك يا رب ان شاء الله تنسلح الامور والله يفرجها على الجميع يا رب. وصراحة يعني هلا ما عند حدا له نفس لاي شيء، يعني صرنا نحس كل شيء سخيف، يعني بعد ما شفنا هالاحداث بفلسطين كل شيء سخيف صار بالحياه بصراحه. الله ينصرهم يا رب، ما فينا ما بطالع بايدنا غير ندعي لهم.
المناظر اللي عم نشوفها على وسائل التواصل كتير عم تكون صعبة وكتير عم تكون يعني كتير بشعة ومضايقة كتير، خصوصا منظر الأطفال اللي المفروض هلأ يكونوا عم يعيشوا أحلى أيام حياتهم. يعني إن شاء الله هيك الله بيعوضهم ويكون عوضهم الجنة. يعني يعني هاي المناظر ما عم تخلينا نستقبل السنة مثل ما مفروض إحنا نستقبلها، المفروض نكون كتير متفائلين وإن شاء الله عم نتفائل إحنا بالنصر وإنه يرجعوا لحياتنا الطبيعية. الله ينصرهم بجاه سيدنا محمد بإذن الله تعالى. الشخص قد ما حكى ما بيحسن يعني صراحة يوصف الحالة اللي عم يصير اللي عم تصير بغزة صراحة وفلسطين. لذلك والله في يعني حالة حزن سواء إحنا أو أي شخص موجود بهذا البلد. يعني الكلمات تعجز عن الوصف صراحة، فما في كلام يطلع صراحة. الله يفرج عليهم وإن شاء الله تكون أيام خير عليهم، والله يزيل عنهم هالهم وهالغم. ويعني والله اللي عم يأذيه يعني كأنه إحنا معهم والله العظيم، حسبي الله أحسن شيء. الله يفرج عنا وعنهم يا رب. نحن دقنا شوي شوي من اللي داقوه هن إلو السنين، يعني طلعنا وتهجرنا وشفنا العالم شو صار فيها. الله لا يدوق هيك لمخلوق، يفرج عنا وعنهم يا رب. عم نمر حاليا بفترة عطلة أعياد الميلاد، دائما بيجي بعد هي العطلة الامتحانات المدرسية للصفوف المختلفة من الإعدادي والثانوي وحتى الابتدائي، ودائما تماما الأسرة السورية دائما عندها مشكلة في عودة أبنائها لجو الدراسة بعد هي العطلة، البعض لا يقاوم أجواء الميلاد والعطلة فبيكون مهمل لدروسه. تجمع شغلتين سواء، امتحانات وعطلة كمان وعيد الميلاد، نحن كيف بدنا نجمعهم ما بعرف، فدائما الطلاب هم بيحطوا مثلا نظام دراسي بيحاولوا عن طريقه انه هن ينسقوا المعلومات وينسقوا المواد بحيث انه هن يوصلوا فعلا للدرجات الممتازه وتحصيل دراسي ممتاز. اليوم بدنا نحكي كيف ممكن نحن نحضر دراسيا بشكل جدا جيد بما يتعلق بالامتحانات المدرسيه وايضا بفتره ايضا الجامعات. رح نحكي بكل هي التفاصيل مع الاستاذه ربا ناصر والاختصاصيه بمجال تربيه الطفل، ونورتنا لليوم ضمن استديو دامسكو. تحيه لك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم، نور بوجودكم. تحيه لك. اهلا وسهلا. يعني بالبدايه دائما عندنا مشكله وكل مره بنتفاجئ، يعني دائما الاهل بيتفاجئوا بانه كيف بدنا نرجعهم بعد العطله وبيتفاجئوا بالعطله. كيف ممكن انا ارجع اولادي للاستعداد للامتحانات، الاستعداد الدراسي، ارجع برمجهم على موضوع امسك الكتاب وبلش؟ لا كلياتنا بنحب العطله، بس يعطونا عطله طويله خصوصا وقت الاعياد ويكون في بعدها امتحانات، نحن هون من ببلش عنا اضطراب، يعني انه انا عندي عطله، يعني انا كأم فري تمام ما عندي فئة بكير وما عندي دوام، وبنفس الوقت ولدي ما عنده شيء ملزم فيه. المدرسة هي إلزام بالنهاية، يعني هاي الفترة اللي الطفل بيروح فيها على المدرسة هو عم ياخذ دروس وعم يكون في تفاعل بينه وبين المدرس وزملائه في معلومات، يعني هاي شوي بتخفف ضغط على الأم. لكن إنه أنا ابني قاعد فأنا كأم إذا ما كنت مهتمة شو بدي أقول؟ يلا هلا بعد شوي، يلا رح أعمل فطور، يلا بعد الفطور هلا بعد ما بجهز الغداء، تمام؟ يعني أنا كأم بدي أكون منسقة حالي، منظمة، ما غير نظامي. يعني نحن دائما بنظام العطل بتحس في اوقات فراغ او في ضيوف زائرين او مثلا دغري صار عزيمه ابنه، انه اليوم انتم جايين لعندنا، اليوم نازلين، عفوا، انه بدنا نشوف نحن نازلين دائما هيك الاجواء الاجتماعيه بتكثر بال بتوقف هيك الام عاجزه. هلا دائما على عاتق الام بيقع هذا هي المسؤوليه، يعني الامتحانات هي مو فوبيا بالنهايه، اكيد صارت امر معتاد لانه نحن كمناهج دراسيه، يعني نحن انا رح احكي عن حالي كام تمام، نحن الاسبوع الماضي كان كلياته مراجعات وسبوره بكل ما سبق، يعني انا ابني هلا محضر على الامتحان تمام. طيب انا كيف بدي احافظ له على هي المعلومات؟ كيف بدي ما اضغطه نفسيا؟ انا بدي ما اضغط ابني نفسيا، روح دروس عندك امتحان. هي الاساليب اللي عم يتبعوها يعني الاهل القسوه للدراسه. الام ديناميكيا بدون ما تحس نحن كامهات روح دروس. ليش بده يروح يدرس؟ سمعي شوي، انت ليش ما بتقسمي النهار لفترات تمام؟ انا بدل ابني ما يضل مشغل تي في او كمبيوتر تمام، هي الوقت انا بخليه فتره تحفيز له. يعني انت ماما داخل الرياضيات، بعثوا لنا انه نحن الرياضيات كله داخل، يمكن انه تكون الاسئله من التربيه. طب اوكي، امبارح متناقش انا وابني، قلت له ماما كل يوم عندك درسين الرياضيات الصبح، درسين الرياضيات المساء، اوكي انت بتعملي لي الاسئله ولا انا؟ صرنا نبحث انا وياه قديش في لغه حوار، وقت خلص حسب الانجاز اجى عم يورجيني، قلت له اوكي فانا عم صلح تمام.
وقت حفزته وعززته صدقني ما عاد بده يترك الكتاب. يعني بفهم, يعني بفهم هلا انه انتم ضد افكاري اللي كانت تحت الهواء انه ضربه. قلت له والله ما بقى عنا اطلع. نحن هلا بجيل واعي تمام. بنفس الوقت كل شيء متوفر له لهذا الجيل. يعني انا كأم ما إلي ضربت بالنية انه انا اخذ ابني المشوار الفلاني او جايبت له. هن كل الاطفال صايرين نحن عم نبذل اقصى جهد لحتى يكون هالطفل. والمشكله انه يعني استاذ ربا جيل كثير عنيد. يعني تيجي تقولي له بالحوار انه مدرس وهي مصلحتك, ما في حدا ما بيقتنع السوشيال ميديا بدك تقعد بلهو. يعني انا كان كمان عندي فقره من فتره انه قد ايه في استقلاليه. ما في استقلاليه, ليش عم نكذب على بعض نحن؟ هذا الطفل المستقل حتى لو استقل لفترة من الزمن هو بحاجة أمه لحتى تسمع له. تمام؟ ما في استقلالية. لكن أنا بدي يكون مشرف. أنا مشروعي بهالحياة هذا الولد. تمام؟ مشروعي بهالحياة أولادنا نحن. أنت بتحبي تشوفي ابنك متذمر أو متوتر أو فايت بحالة نفسية أو كرهان الامتحان. أنا ما بدي كرهه الدراسة. أنا وقت بدي أمسك عصا أو مثلا إحداهن عم تقلي شو عم تعمل شو عم تعمل؟ انه معقول انت بدك تدرسي ابنك بهي الطريقه؟ قال ايه والله ما بيسترجي لك يا حبيبتي لك يا عمري. هذا الطفل مشاعر. يعني انا ابني على يعني متضايق من قصه انه قالت لي كذا اكتب بالقلم كذا, مقهور رجع عدلي الجمله. كثير انقهرت عليه انه شوف لانه قالت له اكتب بالقلم كذا, مقهور انه انا كتبت بالقلم الازرق بدي يعني اكتب بالاحمر. وعم يحكي بحرقه. كيف انا بدي اقول له لابني قوم ادرس ولك؟ تغيرت حتى المشاكل يعني دراسية عن جيلنا. يعني انه نحن كنا حدا بس يشوف المدرس عن بعد نوقف باستعداد لحتى ما نتنفس, وقف التنفس عنا. نحن هلا في اريحيه. بس انا برجع بقول لك نحن كمان جايبين اولاد حساسين كثير. مجتمعنا حساس, الظروف الاجتماعيه النفسيه كثير بتلعب دور. هون بدي اقول شغله. اليوم نحن عم نعيش بمرحله كثير متوتره, هي مرحله الامتحانات. اليوم هي الامتحانات عم بتكون للاهل ولا للطالب؟ يعني فجاه بتصير البيت كله متوتر, ممنوع تلفزيون, هي اذا كان في كهرباء ممنوع, موبايلات ممنوع, طلعه معينه ممنوع, نعمل شيء. مين امتحانات؟ مين عم يمتحن, الام والاب ولا الطفل؟ انا برفض رفضا تاما هذا الكلام. رح اقول لك ليش. هلا الام اللي عن جد قادره انها توصل اولادها لبر الامان هي بدها تريح نفسها اولا. يعني انه انا ونايمه بتذكر انه هذا السؤال ما راجعنا, يمكن العكوس نسيناها. الام بتحفظ مع اولادها تمام. لكن انا كيف ما رح اوتر اولادي؟ يعني نحن شو بنعمل بحياتنا العاديه؟ بنخصص بفتره الظهر المقطع الاول والمقطع الثاني. يعني قبل العتمه نحن عندنا, وكمان الصبحيات بعد الفطور ما بين فترة الفطور والغداء. هي عندنا هي فترة دراسة شد يعني تمام. هلا انا برفض تماما اني انا وقت الامتحانات هلا تجيني ام هلا بتقلي انا بناموا 10 فيقن 4. لك يا حبيبتي اذا فاق الساعة 4 بده يدرس اكثر. يا انا ما كان عندي هم وقت كنت كبيرة, وقت كنت انا طالبة مدرسة انه يا ربي دخيلك ما يرن المنبه تبع الفجر هي ما يرن المنبه. يا معلش أنا ابني وقتي في جملته العصبية مرتاحة نايم. أصلاً اللي بده يفيق الساعة 4 أنا وقتي نايم ابني بيقول له يلا نام بدي فيقك الساعة 4. إيه ما رح ينام. إيه أصلاً عقله مو نايم. شو حيصير فيه؟ هون نحن عم نحكي عن فترة الإعدادية والثانوية. والله والابتدائي في كتير أما هاد بيقول لي نحكي عن الابتدائي مثلاً طفل صف أول أو صف ثاني برمجته بهذا العمر, مو أسهل أنه هو يتبرمج على انه هلا ولا بعد 10 سنين من صفوف الدراسه رح تعرف انت انه بعطلتك بدك تدرس. يعني ما في مجال. بينما انه طب انا كيف ممكن تحكي مع الامهات اللي هلا بدهم يبلشوا يبرمجوا بعمر الصف الخامس والسادس؟ انا كيف بدي يبرمجوا بعدها ما له 5 سنين من انه العطله لك والصيف لك؟ التعود اخي بالتعود. نحن بالصيف كيف بلشي معه؟ كيف بتبلشي معه تدريجيا يعني ما في شيء ببلش فجاه. يعني انا ما فيني اجيب لك كومه كتب واقول لك اليوم بدك تحفظه. اكيد لا. يعني نحن دائما بنبلش بفترات متقطعه. مثل وقت بيقولوا لك انت بدك تتعود على الفئه بكير يا حبيبي, كنت بالصيف تفيق مثلا على المدرسه صرت بدك تفيق الساعه 6. انت كيف بدك تتعود فجاه هيك عيرت الساعه 6 وفقت؟ اول يومين ثلاثه بدك تفوت بدوامه. انت يوميا كل مره بتقدم الساعه نص ساعه لحتى تتعود على الساعه
دراستي وهكذا الدراسة، أي شيء بيأتي بالعادة. يعني نحن بالدراسة أنا كأم ما حتى بالصيف ما بوقف تدريس لأولادي، إنه حدا بيطلع فيني هيك بالمقلوب إنه أنتي شبك. إيه مراجعات إنجليش عربي شو ما كان، أي شيء مقاطع، يعني أنا حتى بنزل مقاطع بحفظها عندي وبفرجيهم إياها. طب معلي الفكرة ممكن مو كتعليم، هي فكرة بس برمجة عقلية للطفل بإنه أنت لازم تضل عم تشرب هاي المعلومات بغض النظر عنه. نحن بحاجة لطفل يقظ، نحن بحاجة لأم مهتمة، نحن بحاجة لطفل يعرف أهمية العلم. نحن هلأ بمناهج تحتاج إلى نباهة وذكاء وانتباه وتركيز، لأنه هي استنتاجية بالأخير طبعاً. وهي حدا كيف بدي أقول لك، يعني طفلي أنا بس أهمل ببين عليه فورا. نحن مناهجنا بدها طفل مجتهد، بدها طفل بدها دقة كمان جدا بيعرف شو عم يحل. هو ما انه تحدي، بتحسي انه هذا التغيير بالمناهج الدراسية هو كان عائق قدام الاهل؟ اليوم الاهل مثلا ما فيها تفهم هذا المناهج للدرس الاولاد، متعود عليه يمكن تماما. انا بغض النظر ما بدي احكي ابدا عن الدورات والدروس الخصوصية والقصص، بس انا بدي احكي كمنهاج اليوم. الطفل كنت عم تحكي عن الحاله النفسيه لهذا الطفل، اليوم هذا الطفل اذا كان هو شخص منطوي على ذاته بالحياه الاجتماعيه طبعا بسبب تاثير اهله عليه، كيف ممكن يفهم هذا المنهاج الاستنتاجي واللي هو بده حاله ابداعيه؟ بقى بتوقع على عاتق الاهل. يعني شوف الاهل هن بوصله الامان باي موضوع، يعني سواء بالتربيه سواء بالاجتماعيه، يعني انت كطفل اجتماعي، سواء بالامور النفسيه، سواء باي مشكله بيوقع فيها الطفل، الاهل هن بوصله الامان. يعني انا ما بدي اطلب من ابني يكون حارق خارق متفجر ويا الهي وبحل لي كل المسائل الرياضيه وانا قاعده كل الوقت انا عم اتذمر منه او عم قارنه بالاخرين او بنفس الوقت عم اقول له شوف تحصيل هذا وشوف تحصيلك انت او انت بدك تسبق الشخص الفلاني. انا يا اخي ما عندي هدف شخصي، انا بدي ازرع واغرس بابني من صغري. يعني نحن قديش وعي الاهل، انت وقت بدك تقدم على خطوه الزواج يا ترى انت قد قادر انك تجيب هذا الولد وتربيه صح وفق قيم اجتماعيه واخلاقيه وتربويه؟ فعلا ممكن تعمل هذا الطفل متفوق دراسيا واجتماعيا ونفسيا. هلا ما في حدا توب، لا انا ولا انت ولا ابني ولا ابنك، ما في حدا توب، بس نحن دائما بنسعى للافضل. ما حدا الا بيحب يشوف ابنه فوق، بس دائما في شغلات انا في شروط لازم اعملها كأم لحتى ابني يصير فعلا متفوق. انا بشجعه بحفزه، شو ما عمل بثني عليه، مو بالضروره ياخذ ابني علامه تامه. انا المهم اعرف قديش قدرات ابني لوين وصل، هو بدل جهد هو مثلا عنده هاي القاعده، هو فهمانة. انا بدي اشوف هو فهمانة قديش. طيب الخطأ اللي مخطأ فيه تعالى اقول لك جملة مخطأ بهاي، طيب ماشي انا الشيء اللي مخطأ فيه بركة عليه بنرجع بنعيده، عندنا عطلة ربيعية شو فينا مندخل معلومات ولو عن طريق التسلية ولو عن طريق الموبايل ولو عن طريق، يعني كيف بدي اقول لك حكيكي يا كني اسمعي يا جارة إيه انه يا شفتوا انا شفت هذا المقطع تعالوا شوفوه معي كذا، تمام. انا مو بالضروره اكد على اغلاط الطفل، مو بالضروره اكد على الشغلات يلي ما بيعرفها. خلونا دائما نكون واعيين، يعني نكون واعيين لمساله انه انا ابني عنده هاي القدره تمام، شو فيني نمي بنمي، ما فيني عم نمي ما بحسسه بالدونيه، ما بحسسه بعدم الثقه بالنفس، ما بحسسه بالمقارنه بالاخرين. وبنفس الوقت خلوا التعزيز مو مادي، يعني خلوا التعزيز لفظي، خلوا التعزيز ضمي قبلة مشوار صغير، اني انا يمكن رافقه على السوبر ماركت لابني وارجع. هل هذا المشوار مع الام طمأنينة؟ وقديش انا بدي اخلق بالبيت لغة حوار؟ يعني مو بالضرورة اذا كان عندنا نقص علامة او تنتين يصير مجال للسخرية، حتى لو بين الاب والام والاخوات. يعني شوفوا قديش انا عندي open mind بالتربية، قديش انا عم اتصفح، قديش انا عم اتوعى، قديش انا عم اتناقش، عم استمع لحلقات توعويه اجتماعيه ثقافيه، انا هون بصير عندي افق لتربيه اولادي افضل. تمام. طيب اليوم كنا عم نحكي بانه في مجموعه من الطلاب بحطوا نظام للدراسه من الساعه كذا للساعه كذا، انا هون لازم ادرس الساعه كذا للساعه كذا، انا بدي اكل هون لا خلص بدي ارجع على الدراسه. التقيد بهذا النظام انت مع اول شيء بالبدايه انه خلص الطفل لازم يحط جدول للدراسه ويبلش يتقيد فيه بكل حذافيره، خلص ساعة 10 ودقيقة أنا إذا ما درست خلص بلاها لهي الساعة، مرت دقيقة ببلش الساعة اللي بعدها ولا لا خلص خلينا نحن ما نتقيد بحذافير. المهم الطفل يكون حاسس حاله بأريحية، ما يكون حاله مضغوط، لأنه إذا مضغوط معناته ما رح يركز المعلومات. هلا هذا الشيء رح يوتره، لأنه يمكن أنا بهي الساعة يجينا حدا
بهي الساعة ماما تبعتني على السوبر ماركت، بهي الساعة يمكن أنا فوت أتحمم. مو بالضرورة أنا برنامجي اللي أنا بدي أحطه، أنا بدي أقول مثلاً معي يومين للعربي، يومين للإنجليش، يومين للرياضيات، يوم للاجتماعيات، يوم للديانة، تمام؟ أنا عم قسم المواد، لا تخلوني قسم ساعات، ليش؟ لأنه ما في دائماً ظروف طارئة، أي خطة عندها ظروف طارئة، تمام؟ فالطفل ما بيعرف شيء اسمه ظروف طارئة أو شيء، يا الله يمكن يتزمر، يمكن يتوتر إنه أنا ما لحقت. نحن بفترة مثل ما قال الأستاذ إنه نحن فينا نعود طفلي بالخامس والسادس، ايه انا فيني اعود طفلي باي مرحله كانت، في منه امل لانه في خلص طالما شاف الام اهتمت رح يهتم، طالما شاف الام انا فوق راسي في حدا في اشراف انا رح صير دير بالي اكثر. ممكن قمه السعاده لاي اسره تفتحي باب الغرفه تشوفي ابنك لحاله فاتح لك كتاب وعم بيطالع، ليش؟ لانه هو ما عم يعملك كواجب او كوظيفه بده يخلص منها، هو اخذها كاستمتاع انه انا عم بتعلم. قدين احنا بحاجة لهيك يعني، انا هي هي الفكرة الجوهرية بما يتعلق بإيصال فكرة التدريس للطفل، انه انا انت حبيبي عم تتعلم، انت ما عم تعمل لي وظيفة لترفع، مثل كنت عم تحكي عن مجد شخصي لأهله لهذا الطفل، انت عم تتعلم خدها من باب التسلاية، اي معلومة بتعرفها جديدة فهي ممتازة جدا لإلك. هي الفكرة، يعني نحن اغلب الامهات بيقعدوا فترات طويلة عم يحكوا لأولادهم الله يريحون نفسيا عن الامتحان، حبيبتي لا تضلي تحكي له لابنك عن الامتحان، انت احكي له انه انت رايح تحقق هدفك، كل ما نجحت بصف وتفوقت انت طلعت درجه لحتى توصل لاعلى السلم. قديش انا فيني اغرس بابني تحقيق الحلم، وقديش انه انا دائما بقول لبنتي بقول لها ماما انت لا تنظري لدرس الجغرافيا او التاريخ او الرياضيات انه انت عم تدرسي هي الماده لتروحي تقدميها كانه اجبار. يا ماما يا حبيبي انت كل يوم عم تزيدي لشنطايتك، هي الشنطايه عم تكبر، راح يصير عندك موسوعه من المعلومات، انت وقت تعرفي انه الذره كذا وبتتالف من كذا وفيها كذا، انه هي متعه يعني إيه يعني خلونا عن جد نعلم اطفالنا انه الطفل مثلا بالفصول الاربعه كنا بنشوفه وقت كان عم يفوت الكتاب معه حتى على الحمام شخصيه ميلاد يوسف، الدرجة ممكن نوصل لها انه الطفل خاص متعلق بالكتاب، انا بقدر اوصل لهي النتيجه، اخلق هي العلاقه الكبيره بين المعرفه والعلم وطفلي، انا لهالدرجه بقدر اشتغل. هلا في امل ولا هي نقطه دراما؟ طبعا يعني في كثير اطفال بتحسيهم عندهم هي العلاقه الحميميه بين الكتاب وبنفس الوقت المعلومات وبنفس الوقت حب التفوق، وبنفس الوقت في اطفال عندها بالفطره حب التميز بالفطره، بيجوكي اهل مهتمين اكثر وبنفس الوقت عرفوا يتعاملوا وبنفس الوقت حفزوا وبنفس الوقت عززوا وبنفس الوقت، يعني لكم شغله نحن عم نعاني بمجتمعنا من فوبيا انه امتحان انه شيء هدوا معسكر، هي الهستيريا ما في داعي لها، هدوا شوي عيشوا حياتكم طبيعيه، بلشوا نهارنا طبيعي من الدرس طبيعي. ممكن تروح على الامتحان مثلا الوالد يعني انه خلص شو ما طلع معك انا مبسوط منك، اذا طلع معك شيء مبسوط واذا ما طلع معك انا كمان مبسوط، ما طلع معك بس عوضت عوضت بعدين يعني بنبسط. هلا كلياتنا بنوصل لمرحله بالحياه بنقول يا ريت لو سمعنا صوت اهلنا، انه التخفيف النفسي على الحاله يعني انا بقول لهم لاولادي انا لازم هلا اكون ببلاد برا يعني شو دكتوره بتعرف شو الافضل لو مثلا خلص انت بتجيب علامات منيحه خلص عادي ما شو ما جبت بتجيب 8 ليش جبت 8 يعني شو مالك هون بوصي لو لا هلا هذا الوقت بدي اعطي يعني وقت بدي اعطي طفلي انه رح اقول لك انت قد انا ماني قلقانة عليك، طبعا نكون نحن قدر الامكان محضرين يعني. في ذاكره قبليه يعني نحن بنسميها تغذيه راجعه عملنا لها، نفس الوقت اكدنا المعلومات خلص، يعني انا وقت بدي استعد للامتحان وماني دارس قبل اكيد رح تكون المهمه علي صعبه، تمام؟ وقت انا عم ادرس للامتحان انا كان عندي في صبر قبل، وبنفس الوقت نحن دارسين يعني شوف قديش مهم التواصل بين الاهل والمدرسه، قديش مهم انه الام كل يوم تتابع درس مع درس، قديش مهم التسميع، قديش مهم الصبر، انا وصلت على الامتحان عندي فل. ايه مشان ما نفهم انه هو الدعم النفسي من قبل الاهل للطفل هو ما بيعوض فاقدك العلمي تحصيلك العلمي، انت بتدرس يعني بتضل قول له انا واثقه فيك وبتجيب علامه تامه وهو انا مهمله كمان يعني انا ما عم شوف واجبات ابني، وبنفس الوقت نحن اخذنا اليوم درس اليوم بنراجعه لسه الفكره تازه راجعيها اليوم شو ما حفظ معك ممتاز صح، ثاني يوم عنده في تسميع بعد يومين ثلاثه رح يتذكر المراجعه ورح يتذكر درسه طبعا تمام هون اهميه التغذيه الراجعه، اهميه دور الام ودور الطفل بالاحساس بالمسؤوليه، ما انا عم حسسه بمسؤوليتك، انت اليوم اخذت الدرس ما في داعي للاهمال، ليش لنتركه يومين ثلاثه تمام
فمنرجع لنقطة انه انا وقت روح على الامتحان انه خلص انت روح خد كذا شو ما اخذت تمام، اذا اخذت معنى بقول له ليش اخذت معنى. ما في اريحية، يعني الام بنفس الوقت بدها تتقبل ابنها وبنفس الوقت هي ما انا متقبلة انه ابنها هي قدرته. حبيبتي انت قلتي له انا راضي عن شو ما بتجيب لي، هو جاب لك 8 تمام، ما في انك تناقشي، هي ما قدرته للطفل. يا اما انت بدك تشتغلي معه شيء اضافي، دائما في مكان من ضعف نحن بنقويه بدون ما تحسسيه ابدا ابدا، بدون ما تحسسيه لا بالذنب ولا بالضعف. ماما انت قادر، انت فيك، انا وياك بنتساعد، انا بساعدك تماما. هذا هو التعزيز المعنوي اللي نحن بحاجته طبعا، وبدنا نشتغل تماما. امنياتنا اكيد لطلابنا انه بالتفوق خاصه ما بعد العطله طبعا، وينجحوا بعلامات وترفع راس لاهاليهم اكيد، والنجاح والتفوق ولهم بالاخير. بنشكرك جزيل الشكر طبعا الاختصاصي بمجال تربيه الطفل روبا ناصر، شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمه. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لك، نورتينا لليوم. اهلا، فاصل صغير وبنرجع نكفي معكم حلقتنا لليوم. منير رح ننتقل هلا لفقره مع بشار عم بيقدم فيها كم كبير من الاغاني الثوريه اللي احنا دائما هيك بتكون عالقه بالذاكره. صحيح. وخصوصي انها بتعطي هذا الاحساس والحماس لانه انت دائما عم بتفكر بقضيتك الاساسيه وهي قضيه فلسطين، دائما عم بتكون في عندك هذا الشعور الكبير بالحماس والاستمرار بانه نحن حنضلنا نطالب، حنضلنا نكون موجودين، حنضلنا ايد وحده برغم كل الظروف الصعبه اللي احنا عم نعيشها. ضيفي سوسن، انه هي نوع من انواع المقاومه مثل اي شخص موجود على الميدان وحامل سلاح، مثل الشعر، مثل القصيدة، الأغنية أيضا هي لها تأثير جدا كبير. كل حدا عم بيقدر يكون مقاوم ومناضل تماما، خاصة لما بتسمع الأجيال الصغيرة، فأنت عم تزرع فيهم قيم فلسطين. خلينا نتعرف على أبرز الأغاني الثورية اللي تغنت بالقضية الفلسطينية بالمادة التالية، منتابع سوا ومنرجع. الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان، الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان. الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان، الوطن للي لأجل أرضه نذر نفسه ورخص بابنه، الوطن للي يرد الغارة بالغارة، على الله توكل إجابه أبد ما تنطفي ناره، الوطن عرض البني آدم، الوطن عرض البني آدم. الكلمة أخت الرصاصة، وتحديدا في الأوقات التي تمر بها البلاد من محن وحروب تهدف إلى محيها وتشتيت أهلها وثقافتهم. امتزجت الكلمة المعبرة عن القضية الفلسطينية مع ألحان وصور حاول من خلالها أهل الفن مساندة الشعب وشد عزيمته ورفع معنوياته في وجه عواصف القهر والدمار والمجازر والحروب التي شنت عليه. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. انطلقت من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق الأهازيج الشعبية التي وظف بعضها لنقل رسائل سرية للمقاومين داخل السجون والمعتقلات عن طريق أهلهم، بإضافة أحرف إلى كلمات ليصعب على العدو فهم هذه الرسائل، مثل أهزوجة يا طالعين على الجبل. يا طالعين عين للجبل، يا مول المقيدين النار بين لليامن يامان، عين للهنا يا روح ما بدي منك للكم خلعة ولا لا بدي ملبوس بين لليامن يامان، عين للهنا يا روح. لتنتقل هذه الألحان والكلمات إلى الفن العربي، الضمير العربي، موطني، صار عندي بندقية وغيرها الكثير. موطني موطني، الجلال والجمال والسماء والبهار في نبال في نبال.
من منا لم تشكل هذه الكلمات وألحانها حالة من الانفعال العاطفي والنفسي، سواء ما كان منها ثوري وقومي أو ما كان منها لوصف بشاعة المشهد ووحشية ما فعله العدو. أبرز هذه الأعمال أغنية زهرة المدائن التي لخصت زيارة السيدة فيروز والأخوين الرحابنة إلى فلسطين المحتلة عام 64. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. الهان الهان وليس غدا أجراس العودة فالفكرة، الهان الهان وليس غدا أجراس العودة فالفكرة أجراس العودة فالفكرة. ومن ضمن الأغاني التي قدمت وقدمت القضية الفلسطينية أغنية يا قدس التي قدمها الفنان العراقي كاظم الساحر. يا قدس يا مدينة السماء، أراك في ثوب من الدماء، يا قدس يا مدينة السماء، أراك في ثوب من الدماء، يحيطك الظلام يا حبيبتي، وكنت فينا منبع الضياء. ومن ضمن هذه الأعمال أيضاً مجموعة من القصائد التي لحنت وغنيت لشعراء عرب وفلسطينيين، مثل قصيدة أيها المارون للشاعر محمود درويش وقصيدة الشاعر نزار قباني أصبح عندي الآن بندقية. أيها المارون بين الكلمات العابرة، اجمعوا أسماءكم وانصرفوا، اجمعوا أسماءكم وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. وإذا تحدثنا عن أغاني المقاومة فلا بد لنا أن نستذكر المغنية اللبنانية جوليا بطرس، والتي غنت للمقاومة اللبنانية والفلسطينية بكلماتها القوية لتكون أغنية وين الملايين التي غنتها في التسعينات، وهي أغنية وطنية تحاكي معاناة الفلسطينيين مع العدو الإسرائيلي. ومن أغنياتها أيضاً قاوم فيداك الإعصار ونحن الثورة والغضب، وأغنية الحق سلاحي أطلق نيرانك، وغيرها الكثير. هذا على صعيد الأغنية الفردية. أما بالانتقال إلى الكورال والأغاني الجماعية، تبقى أغنية الحلم العربي التي صدرت عام 98 ونالت شهرتها وانتشارها عام 2000 عندما اقتحم وزير الدفاع للكيان الصهيوني أرييل شارون ساحة المسجد الأقصى، والتي أدت إلى اندلاع الانتفاضة الثانية، ليكون هذا الأوبريت واحد من أكثر الأعمال التي حفرت في وجدان العرب، لا سيما أنه دعا إلى الوحدة العربية. يا دور أمياء
تعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال حتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا جايز ظلام الليل يبعدنا يوم النمى يقدر شعاع النور يوصل لأبعد ليعود هذا الأوبيريت بجزئه الثاني الذي حمل عنوان الضمير العربي بعد توسع أعمال العنف في فلسطين وأحداث لبنان وحرب العراق وغيرها من اجتياحات ونهب واعتداء على الوطن العربي. أطفع الشيوخ نساء تصرخ وما حدش سامع أشلاء دماء شهداء وضمير العالم ضايع أطفع الشيوخ نساء تصرخ وما حدش سامع أشلاء دماء شهداء وضمير العالم ضايع. إن عواقب الصمت أشد تأثيراً من أسبابه. لا يمكن وبعد كل هذه المجازر لإنسان عاقل أن يكتفي بالصمت والحياد، فأمام الخير والشر يجب أن نقول كلمة الحق بالكتابة بالرسم وأيضاً بالموسيقى والغناء. إيقاف اللحظة والتقاط التفاصيل الجميلة من البيئة أمر برع فيه كثير من الأشخاص وخصوصا الفنانين ومن ضمنهم أكيد المصورين اللي دائما عندهم قدرة لحتى هن يجمعوا التفاصيل الحلوة دائما منير بيحاولوا يختاروا ويمكن التفاصيل اللي احنا بنحسها يمكن انه هي عادية فجأة بتطلع بغاية الجمال صحيح. فقط عن طريق عدساتهم ونظراتهم. طالما نحن عم نحكي عن تصوير الفوتوغرافي فدائما هو بحاجة لبراعة بالوقت يعني التوقيت وشيء ثاني بمهارة العين والعدسة يعني تشوفي الشيء يمكن الناس البسيطين او العاديين ما بيشوفوه ولكن المصور بيشوف انه في لقطه جماليه هون بينشغل عليها فبيبني عليها صوره وهذا الشيء طبعا اللي راح نشوفه اكيد مع ضيفنا اللي صار معنا داخل الاستوديو اللي وثق حارات الشام وشوارعها لاكثر من 15,000 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي صار معنا داخل الاستوديو انور بغدونس تحيه لك واهلا وسهلا اسعد اوقاتكم يا رب اهلا وسهلا فيك انور يعني كنا عم نحكي منير كان عم بيقول انه نحن بدينا على السوشيال ميديا عندنا في 15 شخص اليوم عم 15,000 شخص عم بيتابعوك وعم بيتابعوا هي التفاصيل اللي انت عم بتنزلها عن حارات الشام بتفاصيلها اللي كثير حلوه بزحمتها بعجقتها بدفاها وهي التفاصيل اللي بنشوفها نحن بالشام القديمه وبالشام عموما خلينا نحكي امتى بديت بمرحله التصوير وليش اتجهت لهذا الجانب وهل كان في اساسيات معينه انه درستها ولا لا فقط هاوي هلا انا بلشت تقريبا من 2020 بديت القصه انه احد الاشخاص كان منزل بوست على مواقع التواصل انه حط لنا صوره من تصويرك فانا هون قلت ليش لا فحطيت صوره واذا بلاقي انه في لها صدى حلو فهون فيك تقولي بلشت الشعله تنطلق يعني فنزلت اول صوره على حسابي على الانستا جابت تفاعل نزلت ثاني صوره جابت تفاعل فهون قلت انه لا في شيء تذكر شو كان الصور يعني اكيد هو كانت المكان. اول صوره هي كانت اكيد بالشام القديمه يعني دائما في انا من الشام وبحب الشام كثير فدائما بتجه للشام القديمه ومن هون بلشت القصة تكبر وتكبر وانا اكبر والحساب يكبر معي طالع لي هذا البوست انا شيء يعني 10,000 مرة يعني بس اذا بتفتح بدي نزل السيلفي بس اللي عندي يعني انفك والصورة هيك فكارثة فهو انجاز جدا عظيم يعني انه من اول صورة انطلقت انا هي الشعلة كانت الي طيب شو الاساسيات اللي لازم تكون موجودة عند اي حدا بده يصور فوتوغرافي طبعا هلا كبداية يعني انا ما كنت بعرف الف باء التصوير ابدا وإنما يعني هو مثل ما بتقول يعني هو بداية شغف كان موجود وبلشت اكتشفه بحالي شوي شوي تعلمت الأساسيات شوي شوي صرت عدل على الصور شوي شوي شلون بدي أقول لك يعني فتح وين الاحترافية باللقطة ولا التعديل ما بعد اللقطة يعني هون الشغل هو حسب شو بدك تاخذ هلا أنا كوني بصور بالموبايل
فألوان الصورة غالبا ما تكون أقرب للواقعية، فأنا أكيد بعدل على الصور وأحيانا حتى تكون يعني أقرب للواقعية. أحيانا لا، مثلا مود الصورة بيلعب دور، إذا كانت مثلا أخذها بمود شتوي وأنا بحاول ميل للصورة للمود البرد يعني. تمام، يعني حسب جو الصورة بتحاول تعدل عليها. تمام. أخذ منك كتير وقت لحتى تعلمت هاي الأساسيات؟ يعني دائما بنسمع في قواعد تصوير، قواعد الثلث، قواعد إنه كيف لازم تكون الصورة متوازنة للعين، هي التفاصيل كيف تعلمتها؟ حدا ساعدك فيهم؟ اتجهت لليوتيوب؟ خبرنا هي التفاصيل. هلا بالبداية في أشخاص أكيد ساعدوني يعني كبداية، بس بعدين صار في إنه لا لازم طور حالي بالأشخاص يعني مستواهم أعلى، فاتجهت لليوتيوب. وبعدين في أشخاص كمان بالأرض الواقع تقابلت معهم وعلموني كم أساس يعني بديت فيهم، بس دائما يعني التصوير ما فيه قواعد يعني إنه أكاديمية ثابتة التغذية وتمشي فيها، لا يعني في قواعد ثابتة وأنت بدك تطلعي هدول القواعد حتى تتميز عن غيرها، تكسر القاعدة يطلع شيء جمالي. تماماً. طيب مرحلة معالجة الصورة خلينا نحكي عنها أكثر، لازم يكون الشخص عنده اطلاع على برامج مثل الفوتوشوب أو تعديل الألوان والتصوير. أنت بتعدل بالألوان الصورة، بدقة الصورة، ممكن تأوفر مثلا تنتزع الصورة، تخسر الجوهر الصورة، أحياناً بتشوفها إنه خلص هي مبينة إنه هي غير واقعية مصطنعة، كيف تعمل هذا التوازن بالتعديل مثلا؟ لا بدايتي كانت هيك، يعني كنت اول شيء ما بعرف ليش لا حتى يكون الالوان اقرب للواقع، انه صرت اعدل اي شيء بس هو يطلع حلو، انت كشاهد تشوفه حلو. تمام. بس بعدين انه لا خليني دائما يكون تعديل اقرب للواقع. هلا كوني انا مختص بالعمارة ففي برامج اكيد ساعدتني فوتوشوب، وانا بعدل على اساس على اللايت روم حتى على الموبايل، يعني ما بستخدم تعديل اللابتوب، دائما بخلي شغلي دائما للموبايل، انا بصور بالموبايل بعدل على الموبايل خلص. فهذا الشيء اختصاصي بالعمارة كثير. بعدك يمكن كمان اختصاصك بالعمارة بتعرف كيف مثلا تكون الصورة متوازنة والخطوط متوازية وهالقصص وهي التفاصيل. طيب اليوم وقت نحن بنحكي عن تعديل الصور، قديش هذا الشيء صعب؟ يعني بالبدايات يمكن كنت مثلا بتزيد من درجة لونية لون معين فبيطلع اللون منه حقيقي، يعني احنا مصورة بفترة شتوية عم يطلع اللون دافي بالتالي خريف، هي التفاصيل قديش كانت عم تاخذ منك فترات بالتعديل لحتى فعلا اكتشفت انه لا هون في احلى وهون جانب هي اصح اذا فينا نقول؟ هلا التقاط الصورة هو زمان كثير قصير، ولكن التعديل عليها هو كثير بياخذ وقت بهالفترة، يعني قبل لا كنت عادي انه عدل وانشر عادي ما اهتم لهي التفاصيل، انه على العين على العين بس. بس بعدين لا في اساسيات الالوان لازم الواحد يكون يلتزم فيها حتى تطلع الصوره احلى والمشاهد يرتاح لما يشوفها. هذا الموضوع كانه بيجي بالخبره، يعني بيجي بالتدريب والممارسه. تماما، انه بعد فتره كذا سنه من رؤيتك للصور بتعرف انه هي الصوره ايمت، شو التوازن اللي فيها لازم تعمله وشو مو التوازن. بالفتره المؤخرا يعني صرنا عم نشوف ناس، هلا ما بعرف شو الفرق بين التصوير كموبايل والتصوير ككاميرا احترافيه، يعني هون كيف فيني اعمل هذا التباين بيناتهم؟ يعني شو الفرق بيناتهم؟ اول شيء انه اذا حدا ممتهن للتصوير الموبايل هو عاجز يصور بكاميرا احترافيه للتصوير الفوتوغرافي؟ هلا انا بعرف صور بالكاميرا وبعرف صور بالموبايل، ولكن كامكانيات انا كانوار لا بس مع الموبايل. هلا الفرق بين الفوتوغرافي بالكاميرا والموبايل انه اكيد انت لما تستخدم كاميرا فانت تعديلك للصور حيكون اقل، لانه انت عندك عدسه، عندك جودة الكاميرا لحالها بتلعب دور. فأنت عندك مثل ما قلت لك الألوان حتكون أحلى، السموث تبع الصورة كمان حتكون، جودة الصورة حتكون أعلى. لأنه أنا كنت عم شوف مؤخرا الناس عم يعملوا مثلا مقاطع على اليوتيوب إعلانات لسيارات لشركات ضخمة جدا بكاميرا الموبايل، تشوف حركة سريعة عم تكون بالموبايل. لأن تماما هذا النوع انتشر مؤخرا وكأنه صار وظيفة للناس اللي عندهم هاي القدرة للتصوير على الموبايل. عنا هيك شيء بالبلد ولا لسه ما وصلنا لهي المرحلة؟ هلا في هلا لأنه الموبايلات يعني موبايلك 2018 مو موبايلك 2023، فدائما الكاميرا عم تطور كإمكانيات بالموبايل، بالتالي صار هذا المجال عندنا بلش ينتشر، يعني بلش ياخذ صدى منيح. طيب انور، يمكن انت على حالك حسيت التغيير من 2018 او 2020 خلينا نقول لحتى هلا نحن ب 2023، المتابعين نفسهم هل في عندك احد هلا في متابعين بيقولوا من دول اوفياء عم بيتابعوك من وقت ما فتحت حسابك من اول صوره انت نزلتها وعم بيحاولوا يقولوا لك انه هيك في كثير تطور، في كثير دعم ايجابي، شو رايك بهذا الدعم؟ قد ايه حلو بيساعد الشخص يكفي بمشروع الخاص؟ هلا مثلا اذا اخذت انا الصوره وما حدا عبرها فما حاستفاد شيء، فمحبه الناس تشجيعهم الي هي دائما كانت دافع الي حتى استمر بهذا الشيء.
وهذا الشيء يعني خلق عندي تحدي بيني وبين حالي انه انا بقدر فين حتى لو كان امكانياتي بالموبايل انا اطلع يعني اصنع شيء من اللاشيء بتكفي فيه. طب حتى شفنا احنا ببداياتك كنت بتصور التصوير الطبيعه يعني عم تشوف مثلا مناظر طبيعيه او عم تشوف مثلا حارات ما عم تتجه نوعا ما للبورتريه انه لا بصور اشخاص او بصور مثلا مجموعه من الاشخاص. نحن عم نشوف اماكن مثلا معماريه، عم نشوف مثلا جامع التكيه اللي كانت فيها كم كبير من التفاصيل الحلوه. وين بتشوف حالك باي مجال اكثر؟ هلا بالبدايه هو كشغف، يعني انا مالي ممتهن التصوير كمهنه، فما بحس انه تصوير الاشخاص بهي المرحله حيفيدني، يعني لاني مالي ما اخذه كمهنه، وانما تصوير الاماكن ضوي على التفاصيل، ناس ما بتعرفها، ناس يعني انا مثلا الشام بمشي باماكن يعني بيني وبين الشام القديمه مثلا 10 دقائق، فانا ما كنت بعرف انه في مثلا في قصر العظم، في خان اسعد باشا، في اماكن كثير يعني ما بنعرفها. ليش التصوير خلاك تروح على هاي الاماكن وتكتشف هاي الاماكن ووثقها بعد سنة انور يعني؟ طيب في صعوبه بتصوير مثلا الناس، لانه اي شخص ممكن يشوفك من محيطك انه عندك القدره على التصوير وهيك امور والتعديل هيك، فاكيد راح يطلب صور تصوير لحاله. يعني في صعوبه بين تصوير الاشخاص وتصوير الاماكن الجماد الشيء الثابت اللي ما بيتحرك؟ ايوه اكيد صعبه. بحس تصوير الاشخاص يعني بده احترافيه اعلى كاشخاص، مع انه مفكر هيك انه هو اسهل لانه بيساعدك بملامحه، بينما في شيء جماد انت بدك تطلع منه الجماليه. يعني هون لما يكون عندك شخص انت بدك تعرف شو الشيء الحلو فيه بدك تظهره، فهون انت عينك بتلعب دور انه انت هذا الشخص شوف شيء جميل تركز عليه تضوي عليه. وهو هذا السؤال، مين بيخدم الثاني، المكان ولا عيون المصور ولا العدسه؟ يعني مين بيساعد الثاني لحتى تطلع لقطه حلوه؟ صراحه الثلاثه بيلعبوا دور، يعني اذا كان في عندك مكان، في عندك شخصين اخذوا نفس الصوره بس كل واحد بزاويه معينه، فهون انت عينك بتلعب دور، فاكيد المكان كمان بيلعب دور. اذا كان المكان جميل فانت وين ما اتجهتي حتاخذي صوره حتكون جميله. والعدسه؟ العدسه اكيد بتلعب دور كجوده كالوان اكيد بتفرق، بس هدول الثلاثه بيكملوا بعض. لا نحن سميناه فن لانه بتشوف على المواقع التواصل الاجتماعي مثلا بيت شعر عن الشام، اغنيه كذا، بس الصوره انتشارة أوسع، بتحس إنه بتترك أثر عند الناس أكثر من أي بيت شعر أو غنية أو أي شيء. ما بعرف تلمسوا لهذا الشيء كان؟ أكيد. ده تأثير الصورة بما يتعلق بالشام يعني وحارات الشام والأمور يعني اللي أنت بتصورها. هلأ كل العالم إنه عم يتجه على الشيء المرئي، يعني كتب لك كتابة بجوز ما حيهتم فيه، وإنما لما يشوف صورة وبدك تجذبه بهي الصورة، لأنه إذا ما جذبته خلاص هو يعمل سكيب ويمشي ويقلب يعني. مع إنه كله فن، هلا سابقا ما كان في هذا الاهتمام بالصورة. هو كل عصر وله متطلباته، يمكن وإحنا هلا بعصر العالم المرئي يمكن. طب أنور وين بتشوف حالك أكثر بالتصوير؟ بعجقة الشام، بالشام اللي نحن دائما متعودين على زحمتها، على شوارعها المليانة، ولا لا خليني بالشام القديمة بالكنكنة بحاراتها الضيقة بتفاصيلها القديمة الكلاسيكية، وين بتشوف أكثر؟ هلا انا حاولت اطلع عن الشام القديمه واطلع صور العجقه وكذا، بس اخر شيء رجعت للشام القديمه لانه فيها شيء مني، فكتير بحبها، كتير بحب صور التفاصيل يلي فيها ما حدا بينتبه لها ضوي عليها، وبحس حالي اكيد بالشام القديمه اكثر. لا كمان شفنا بعض من الحسابات على السوشيال ميديا كانت عم بتنزل انه في تفاصيل بالبيوت الدمشقيه يمكن احنا ما بنعرف اسماء، يعني مثلا قنطره هذا شو اسمه، فبينزلوا سؤال مثلا الليوان، كل القصص هي عم بتحاول تربط اليوم الجمهور اكثر مو بس بالصوره وانما معاني كل تفصيل بالبيت الدمشقي. عم تحاول تقدم هيك شيء تشرح لنا انه هي صح صوره بس في معلومه بداخلها. هلا كوني عماره فاكيد يعني بركز على هذا الشيء احيانا، فكنت بالعاده نزل هيك ستوري كل فتره وفتره انه نزل مثلا في شيء اسمه مثلا تناوب الحجر الابيض مع الاسود اسمه ابلق، فانه مثلا شو اسمه هذا النوع، فنزل خيارات والناس بتختار انه شو هو. كنت اتضايق جاوب يطلع جواب غلط. فبلشت بهيك فكره انه خلينا كمان يتعرفوا على العناصر الدمشقيه القديمه. في اكسسوارات بتستخدمون للموبايل والتصوير؟ ولا نص اكسسوار ولا اي شيء. ولا اي شيء. طب شو الاكسسوارات الناس ممكن تستخدمها لهذا النوع من التصوير؟ يعني هلا ممكن انت تحتاج لشو بالتصوير بالموبايل؟ شوف احيانا عدسات تركب على الموبايل تحديدا لتصوير مثلا صور كلوز قريبه مثلا لتفاصيل معينه، شو الاكسسوارات؟ وهل بيلعب راس المال او الشيء المادي شيء اساسي بموضوع التصوير بالموبايل او التصوير بشكل عام؟ هلا كاكسسوارات يعني بحس اذا كانت امكانيات الموبايل منيحه فما في داعي لاي شيء، وايدك ثابته خلص ما عاد في شيء. طالما عم تحكي عن امكانيات موبايل منيحه فانت عم تحكي بملايين.
هو هي الفكرة، بس أنا ما بلشت بالملايين أبداً، بلشت بموبايل يعني إصداره 2018، ضل معي 5 سنين كانت الألوان عدم، فأنا أحتاج دائماً إني أعدلها، فهذا الشيء إنه يمكن ميزني عن غيري، إنه أنا بصور بالموبايل وبطلع هيك نتيجة. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، يعني نحكي إنه الأكسسوارات، في ناس مش بتستخدم ممكن أو بتلجأ برأيك شو أفضل؟ بتلجأ أحياناً في شيء بثبت الكاميرا، قاعدة بثبت عليها الكاميرا، أحيانا في عدسات هذول كمان طالعين بتحطهم على الكاميرا بيعطوك زوم إن زوم أوت، أنا صراحة ما استخدمتهم يعني ولا فكر ممكن يعني. يكون في إلهم شيء إيجابي. أكيد بداية حكياتك أنوار كنت عم بتقول بأنه أنا بحب الشام ولأنه حبي كتير كبير فحابب إني أقدمه للأشخاص. اليوم في كتير من الأشخاص المغتربين اليوم خارج سوريا، قديش بيعم يلعبوا دور بهذا الجانب، أنت عم تقدم لهم الجانب اللي كتير حلو من الشام، عم تخليهم لسه عم يرتبطوا بحارات يمكن ما عم تقدر تصورها، كاميرات الاعلام الرسميه، كاميرات التلفزيون، احيانا الاذاعات المرئيه، ما عم يقدروا يوصلوا هي الصوره الحقيقيه. قديش بتنبسط من حكياتهم من الاشخاص المغتربين انه يلا ضلوا مكان والله انا كتير بحبه في لي ذكرى وما فيني اشوفه غير عن طريق عدستك. عن جد يعني كتير يعني هلا الغالبيه العظمى خلينا نقول من المتابعين هنا من المغتربين يعني. فلما بصور شيء حاره شيء صوره او نحن عندنا مكان وذكريات هون تحديدا هون بتاقي لرفيقتك بتاقي لرفيقه انه عن جد هذا المكان كان شكرا انك نقلت لنا هذا شو روح المكان لغربتنا ما يعني. بيقولوا لك انه روح صور لنا هذا المكان تفاصيله انور كثره الناس اللي بتشتغل بهذا المجال بالبلد يعني صرنا بنشوف بين كل صفحه في صفحه مختصه بموضوع التصوير يعني شو اللي بيميز اليوم شغلك عن باقي الامور او التصوير الاخر من الناس اللي فايتين بهذا المجال؟ هلا بيميز شغلي انه اول شيء انا بصور بالموبايل ما بصور بالكاميرا ما بستخدم الكاميرا، ثاني شيء بصور يعني اماكن يعني بغير زاويه يعني كيف يعني غير زاويه؟ يعني الي زاويتي يعني يمكن غيري ما حياخذها نفسها يعني مثل ما قلت لك جيب حدا حطه بنفس المكان وجيب حدا ثاني اكيد حياخذ زاويه مختلفه عن الثاني فهم بتبين براعه الشخص خلينا نقول زاوية التقاط الصورة. بنحرش احيانا بيطلعوا من الناس لانه بنعرف انه بمجتمعنا في ناس مثلا ما بتحب ابدا انه يرفع موبايل بوشه او تتصور. فانا دائما بستنى المكان ليفضى تقريبا حتى بلش اخذ الصور يعني طيب. يعني يمكن مره او مرتين تعرضت لهذا الشيء انه معلش تمسح الصورة انه باينين فيها. تتضايق يعني انه بتكون صورة كثير حلوة؟ لا ابدا هذا حقهم الطبيعي يعني. تمام. هلا شفنا كثير من الاشخاص المصورين خلينا نقول على السوشيال ميديا بيبدوا تصوير لقطات عادية صور فوتوغراف لاحقا بيتجهوا للفيديو وهلا نحن عم نشوف هلا ميزة الانستغرام الريلز عم بيكون عليها الوصول بشكل اكبر يعني حتكفي بمجال الصور العادية ولا لا؟ خليني فوت بمجال الريل عم شوف حالي اشطر انا بالفيديوهات عم شوف يمكن عم وصل روح المكان روح اللحظة اكثر بالفيديو. هلا كأنوار بيجذبني الصور اكثر ما يجذبني الفيديو ولكن كمان مثل ما قلت لك انه متطلبات هذا العصر بتفرض عليك اشياء بدك تتماشي معها يعني خصوصا هلا صار في الريل بالانستا فاجباري صار بدك تتجهي لاتجاه الفيديو واكيد كمان مثل ما بلشت بالصور عم بلش بالفيديو انه بلش مكان عادي اخذ فيديو يعني فيديوهات قصيره وركبها مع بعض حتطلع منتج حلو بالبدايه اكيد ما حيكون منتج واو بس هلا شوي عم ادرب حالي فعليا انت عم تصور صوره جامده بتحركها بالالوان تبعها يعني انت بتلعب على الالوان الخضار الالوان الخشبيه مثلا فبتعطيها هذا البريق للصوره بس موضوع الفيديو اليوم حركه الفيديو هو لحاله بيعطيها هي خلينا نقول الانتعاش يعني انت لما بتشوف هذا النوع من الفيديو كيف بتحركه هون الصعوبه يمكن انه انت كيف ممكن تغطي ب 20 ثانيه لقطات تماما بحارة معينة بدك تصور يعني يمكن أكثر من 20 فيديو حتى آخر شيء تطلع ب 20 ثانية يعني هي الفكرة. طب شو هي التطبيقات اللي لازم المصور إنه يكون محترف فيها أو لازم تتعلمها قبل ما تروح على هذا المجال لأنه الموضوع مو بس تصوير موضوع تصوير لازم يكون عندك دراية بموضوع الإضاءة حتى دي بتلعب دور الإضاءة ما بعرف إذا بتفرق الإضاءة الطبيعية عن الإضاءة اللي تشتغلها أنت كبرنامج يعني هلا كبرنامج في لايت روم كثير بيساعد كتعديل للصور في بيكس ارت مثلا اذا عندك شيء بدك تخفيه من الصوره عيوب ما بدك اياها تظهر فهو حيجلس لك اياها وفي كفيديو في الادوبي بريمير في الافتر افكت على اللابتوب بس وفي على الموبايل في في ان وفي كاب كات في برامج مدفوعه هي بتعيقك نحن بنعرف انه في برامج مثلا بالبلد هي انت لازم تكون مدفوعه يعني على المتاجر الالكترونيه تمام او محظوره اليوم حتى هي التطبيقات اللي عم تشتغل عليها انور بحس انه هي
انت ما عم تستخدم غير 30 او 40% من يعني الامكانيات هي التطبيقات، كيف اليوم بتحل هي المشكله اليوم؟ لانه هي عن جد مشكله مفكره. يلا كوسه بتوصلك بنفس نفس الكواليتي ونفس الامكانيات نفسها بتفتح لي ميزات اكثر حتى. هلا يمكن في اشخاص بيتحججوا بتفصيل انه انا يمكن ما عندي امكانيه لحتى اشتري نوع موبايل جديد، تتوافق انت مع هدول الحكايات انه لا انا بدي صور بس ما في شيء عم يخدمني، شو بتردوا عليهم؟ اعطوني 310 هلا صور لكم هلا صوره. لا يعني انا مثلا احكي عن حالي ما بعرف الباقي، انه انا بلشت موبايل عن جد انا كتصوير ليلي ما فيني صور فيه ليلي لانه دقته ابدا ما حلوه، جوده الصوره بالليل ابدا ما حلوه، فمشان هيك بتلاحظي اول سنتين انه كان صور هي كلها بالنهار، يعني نادرا حتى تشوفي صور ليليه الي. قدرت خلال هي السنين اللي كنت موجود فيها على السوشيال ميديا قدرت انه تلقط شو الشغلات اللي فعلا عم يجذبها الجمهور السوري سواء بداخل داخل سوريا او حتى خارجه، قدرت تعرف شو هن بيحبوا لحتى تلتقط صور بيوصل عليها مثلا كم كبير من التفاعلات واللايكات؟ لا دائما صور الشام القديمه هي اللي بتجيب ريتس عالي دائما، فحاول اركز على هذا الموضوع اكثر. طيب بتنزعج لما بتشوف صورك ماخوذه مستخدمه بغير اذنك مثلا؟ منحي الاسم كمان. ايه او انه ما في حدا مثلا روج لهي، لانه احنا ما عندنا الحمايه الفكريه للتصوير او اي شيء ثاني. وفي ناس بتستخدمها كمصدر رزق، انه هي الصوره انا فيني بيعك اياها، يعني انت عم تستخدمها مثلا بفيديوهات، اليوم كل العالم عم تتحول للشيء المرئي، عم تتحول لانتاج اليوتيوب، مقاطع اليوتيوب، الفلوجات، القصص كلها، فهي بحاجه لصور. لكن انت تستخدمها بدايه فيديوهاتك تنزعج انه في حدا بيستخدم لك صورتك انت تاركها للعوام يعني استخدمه او شيء؟ هلا انا الهدف يعني الاكبر انه الناس تعرف انه بالشام في شيء حلو، في شيء خارج الواحد يطلع عليه ويوقف قدامه. ومجدك الشخصي هلا بالنسبه لي اكيد بنزعج، يعني ما في حدا ما بنزعج اذا حدا اخذ صورته، لا اذا كان اللوجو موجوده عليها فما بنزعج اكيد، وانما اذا محل لوجو مثلا او مثلا حط اللوجو تبعه عليه بتوصل احيانا لهي المرحله يعني. فهون انه شو بدي اعمل؟ ما عاد فيني غير انه اقدم بلاغ على الفيسبوك هو بتكفل بالباقي. يعني نحن بنشكرك جزيل الشكر طبعا لوجودك معنا برنامج دامسكو، وان شاء الله هيك النجاح يضل مرافقك، وان شاء الله هيك تتطور هي الحاله عنا وتصير في عنا امكانيات لسه اكبر من هيك بكثير، وتتجه للفيديو ايضا وبتابدع فيه. كنت معنا طبعا المصور الفوتوغرافي انور بقدونس، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. نورتنا انور، كثير مبسوطين بوجودك وبحكياتك، نورتنا اليوم. شكرا كثير على الاستضافه. اهلا وسهلا. ولهون بنكون وصلنا لختام محطاتنا وفقراتنا من برنامج دامسكو، على امل اللقاء بكره بنفس التوقيت وبنفس الموعد. اكيد ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب، وايضا على الموقع الرسمي لقناه العالم سوريا، لقاءنا بجدد بكره، الى اللقاء.